مساء الخير أحبائي وأعزائي، ليس كذبا كما الكل يدعي. من قناتكم قناة الملك والأمير وزيرة التضامن الاجتماعي، توعد والدة شنودة بتحديد موعد قريب لها للاطمئنان على الطفل. وعدت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي والدة شنودة الطفل شنودة بتحديد موعدا قريبا لرؤية الطفل والاطمئنان عليه بحين حل الأزمة. وقدمت السيدة آمال والدة الطفل بالتبني الشكري للوزيرة، وترجتها أن تبذل كل جهدها لعودة طفلها لمنزلها. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرة ووالدة الطفل مساء اليوم، عندما اتصلت الوالدة بالكاتبة فاطمة نعود التي كانت بالصدفة بجوار الدكتورة نبيل القباح في عزاء زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأعطت فاطمة نعود الهاتف للوزيرة للحديث مع والدة الطفل التي تحدثت معها وهي تناشد حل الأزمة. وقالت السيدة أمال الأقباط المسيحيين: كنت أتصل بالصدفة مع الكاتبة فاطمة نعود التي أخبرتها بوجود الوزيرة بجوارها، فتحدثت مع الدكتورة نيفين وطلبت منها حل الأزمة، وأخبرتها أنني حتى الآن لم أستطيع رؤية الطفل. يتم رفض ذلك من قبل التضامن الاجتماعي ومن قبل المشرفين على دار الإيواء، فوعدتني الوزيرة بتحديد موعد قريب للسماح برؤية الطفل. فقدمت لها كل الشكر وطلبت منها أن تسعى لحل الأزمة لأنهم غير قادرين العيش بدونه. وقالت فاطمة نعود: ذهبت لتقديم مواقع العزاء في قرينة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق. هتفتني السيدة والدة شنودة الطفل شنودة وكانت تبكي لأنها تريد رؤية شنودة وحضنها جدا، ولأنه وحشها جدا. وللمصادفة فأنا أجلس في المسجد على مقربة من الدكتور نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، وهي صديقة عزيزة لي. حكيت لها ما جرى وأعطيتها الهاتف لتكمل الحديث مع والدة الطفل. وتابعت الوزيرة الجميلة ووعدت الأم بأن معاليها سوف تزور الطفل بنفسها في الملجأ وتفعل ما في وسعها لكي تحل هذه المشكلة وتجعل الأم ترى ابنها. وطلبت من الدكتور نبيل أن أرسل رقم والدة الطفل شنودة لها، وفعلت ذلك. كل الشكر والتقدير للسيدة فاطمة نعود التي تسعى دائما إلى الخير وتسعى دائما إلى مساعدة الأقباط المسيحيين. أحبائي وأعزائي، لم نرسل لكم أخبار كاذبة، لم نؤتي إليكم بأي أخبار كاذبة، وأقولها بكل صدق. كلنا نتمنى بعودة الطفل شنودة إلى حضن أمه التي قامت بتربيته، وليس فقط التي هي أنجبته. ليس كل أم أو أب هو الأنجب هو الأب الحقيقي. نعم، من سهر الليالي، من ربى وحضن، من سهر على المريض ابنه، هؤلاء هم الحقيقيين. ليس بالشكل ولا بالمنظر ولا بالاسم حقيقة الأمر. ندعو من الله أن يقف بجانب هذا الطفل المسكين التي تخلت عنه الكنيسة نهائيا، ولم نسمع أي حديث عن الكنيسة أن تتكلم عن قضية الطفل شنودة. لا نعلم ما هو السبب ولا نعلم ما هي الحقيقة. أحبائي وأعزائي، أتمنى لكم كل الخير والأخبار السارة دائما. شكرا ليكم ولمحبتكم، ويا رب تكونوا في أحسن حال وأحسن خير. سلام، الرب يكون معكم. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. اليوم الأحد من 25 من شهر سبتمبر 2022، 15 توت 1739. الشهداء هذا اليوم 15 من الشهر المبارك توت، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن فيه هدوء وإطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي، آمين.
في مثل هذا اليوم نعيد في هذا اليوم بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وكانت قد مضت على نياحته سنين كثيرة تزيد على 300 سنة، وقد ملك الإمبراطور قسطنطين وزاعة العبادة الحسنة، وذلك أن إنسان اسمه ليكومانس بالضيعة المدفون بها الجسد المكرم وتسمى كفر ريماليل قرب أورشليم، قد ظهر له المجاهد الشهيد استفانوس عدة مرات وأعلمه بمكانه وعرفه باسمه، فذهب إلى أسقف أورشليم وأعلمه بما رأى في نومه، فقام الأسقف وأخذ معه أسقفين وأهل البيعة وأتى إلى المكان وحفروه، فحدثت زلزلة عظيمة وظهر تابوت الجسد المقدس وفاحت منه روائح طيب فاخرة، وسمعت أصوات الملائكة يسبحون قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، وتكررت هذه التسبيحة، فسجد رؤساء الكهنة أمام التابوت ثم حملوه بالترتيل والشموع إلى أن دخلوا به سهيون، وبعد ذلك بني له رجل اسمه الإسكندروس من أهل القسطنطينية كنيسة في أورشليم، وظل الجسد المقدس فيها وظل، وبعد ذلك بخمسة سنين تنيح الإسكندروس فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس، وبعد ذلك بثماني سنين اتفق لامرأة الإسكندروس أن تذهب إلى القسطنطينية، فأرادت أن تأخذ جسد زوجها معها، فأتت إلى المكان وأخذت التابوت الذي فيه جسد القديس ظنا منها أنه التابوت الذي فيه جسد زوجها، وحملته إلى عسقلان، ومن ثم ركبت مركبا إلى القسطنطينية، ولما توسطوا البحر سمعت من داخل التابوت تسبيحا وترتيلا كثيرا، فتعجبت وقامت وفحصت التابوت وعرفت أن الذي فيه هو جسد القديس استفانوس وليس جسد زوجها، وذلك بتدبير الله، فلم تعد ولكنها شكرت الله واستمرت في سيرها إلى أن وصلت القسطنطينية، ومن ثم ذهبت إلى الملك وأعلمته بالخبر، فخرج ومعه البطريرك والكهنة وشعب المدينة إلى المركب، وحملوا التابوت على أعناقهم إلى قصر المملكة، وأظهر الله في المركب وفي الطريق آيات كثيرة، منها أنهم حملوه على هودج محمول على بغلين، فلما وصلوا إلى الموضع المسمى قسطنطينوس وقف البغلان، ولما ضربهما لم ينتقل، وسمع صوت أحدهما يقول يجب أن يوضع القديس هنا، فتعجب كل من سمعه وعلموا أن الذي أنطق حمار بالعام هو الذي أنطق هذا الحيوان الحامل لجسد القديس، وأمر الملك أن تبنى له بيعة في ذلك المكان، ووضعوا فيها الجوهرة النقية التي لجسد القديس استفانوس الرسول أول الشهداء صلواته تكون معنا أمين. وفي هذا اليوم أيضا تذكر القديس لوندينانوس صلواته تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. ومن أخبارنا اليوم الأخبار الكثيرة الجدل وكثيرة النقاش، وما زلنا في الأمر المحزن والمحبط جدا، وهو أمر الطفل شنودة الذي لم تحل مشكلته إلى حتى اليوم. رواد تواصل هويدا الطفل شنودة الدنيا قست عليه حرام، رجعوا لوالديه اللي بيربي هو الحقيقي مش اللي بيخلف ويرمي، لو ربنا عايزه مسلم كانت عصرت عليه أسرة مسلمة وربته. أبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حزنهم على الطفل شنودة بعد إيداعه في ملجأ وإبعاده عن الأسرة المسيحية التي ربته. والطفل شنودة كان وجد رضيعا بحمام وكنيسة منذ 4 سنوات، ما عكس أن أمه قد تكون من تركته، وطالما اختارت الكنيسة لترعاه فذلك يعني إنها مسيحية، واحتضنت الطفل أسرة مسيحية لا تنجب ربته منذ أن كان رضيعا، إلا أن الشرطة أخذته وأرسلته إلى دار أيتام، وتم تغيير اسمه في الفور إلى يوسف، وتم اعتباره مسلم بالفطرة كما كتبت هويدا خليل، يعني يا رب الدنيا قست عليه وترمى، ولما يلاقي أسرة تحن عليه وتحميه من الضياع والبهدلة يتحرم منهم. أنا متخيلة دلوقتي نفسية الطفل ده، يعني مجتمع قاسي وأب وأم رموه قاسيين حرام، والله رجعوا الأم والأبو الحقيقيين اللي بيربي هو الحقيقي مش اللي بيخلف ويرمي مهما كانت. هويدا الأخت المسلمة، كما علق حساب باسم كوكي زين، الأم اللي صارت وتعبت وربت مش اللي ولدت،
ورمت ضناها وهان عليها، ولما كبر وزال همه افتقرت دي مفروض تتحاكم وتتعاقب على رمي الطفل. ورأت نرمين أحمد لو ربنا عايز شنودة مسلم كانت أسرة مسلمة اللي لقيته وربته، لكن ربنا خلاهم هما دول اللي يلاقوه، يبقى مكتوباله يكون شنودة ربنا معاهم. وكتبت زينب عزة ربنا يرد الأم سوى الحقيقية أو بالتبني، المهم يتربى وسط أسرة بدل التشرد. كلام جميل وكلام يبكي القلوب ويحزن القلوب ويبكي العيون. كلام آخر وهو برضو موضوع مسيحي يبكي ويحزن أيضا، فيديو انهيار والدة الشماس ماجد أشرف المختفي. قمت باستخراج شهادة ميلاد له يوم 29، ابني لا يزال مسيحيا ومعاملته ما اتغيرتش معانا قبل ما يختفي، وبالناشد الجهاد المسؤول التدخل عشان يرجع لنا. انهارت السيدة وفاء والدة الشماس ماجد أشرف نعيم المختفي، واللي كان بيدرس في الإعلام، وأمه قالت في تصريحات لنا نحن قناة الملكة والأمير لم تتغير معاملته معانا قبل ما يختفي، وكان بيعاملنا بشكل حلو وجميل، والكل بيشهد لابني انه كان شخص مؤدب ومحترم. بتقول ان ابني ما كانش بيسيء لأي شخص، ابني كان شماس وكان وهو بيواظب على الكنيسة وكل حين لحد ما اختفى وموبايلاته اتقفلت. رحت الاسم وعملت محضر لمدة 20 يوم، راح جاية يقولوا لي النهاردة تعالي خدي رقم المحضر، تعالي بكرة، تعالي بعده، وده المعتاد. وبعد 20 يوم عملوا محضر جديد وبعتوا لي رقمه. رحت الامن الوطني وقالوا لي اذهبي للقسم. وبما يخص الانباء المتداولة بانه قام بتغيير الدين وتحول الى الدين الاسلامي، لفتت امه الى هذا الكلام وذهبت يوم 29 لاستخراج شهادة ميلاد، ورأت انه مكتوب في الديانة انه مسيحيا وان ابنها ما زال ولا يزال مسيحيا. وانهارت الام في البكاء وواصلت، ده ابني الوحيد يا جماعة، ما عنديش غيره، لا معايا لا بنت ولا ولد تاني، ما بقتش اسمع صوته خالص، علاقته كانت كويسة بينا، الكل بيشهد انه كان قمة في الادب والاخلاق. اختفى الشماس ماجد نعيم من شبرا الخيمة قسم تاني وهو طالب بكلية الإعلام. وانهارت أمه وقالت في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تغيب ابني منذ 3 أسابيع، وأناشد السيد الرئيس الجمهورية الأب الحنون التدخل وأن يساعدني حتى أعثر على ابني كما أناشد جميع الجهات المسؤولة، موضحا إن كنت توجهت إلى القسم للإبلاغ عن ابني المختفي، وكل ما اقول لهم عاوزة رقم المحضر يقولوا لي راح مباحث الامن، اروح راح مباحث الامن يقولوا لي احنا ما عندناش ولا ما خدناش رقم المحضر، 3 أسابيع ومش عارف اخد رقم المحضر او صورته، اوجدوا لي، وناشد الرئيس انه يساعدني عشان الاقي ابني. كلام محزن كمعتاد. التطرف الديني بالشرق الأوسط بقلم شريف منصور. التطرف الديني المنطلي على دول الشرق الأوسط لا مثيل لها في العالم، التيارات الإسلامية والدولة الصهيونية فولة وانقسمت نصين. الغريب أنني اكتشفت أن اليهود والتيارات المتأسلمة مصدر العنصرية في الشرق الأوسط، كلاهما ينظر للمسيحيين على أنهم كفرة، وفي الوقت نفسه المسيحيون في الشرق الأوسط هم سبب التسامح والتآخي والمحبة. تخيلوا شرق أوسط من غير المسيحيين، كان اليهود والمتأسلمين مسكين في زور بعض، وكلاهما يقول نحن الموحدين. هل الغرض من التوحيد أن يكون مصدر السعادة أم يجلب كل هذه التعاسة للبشرية؟ أنا لم أتخيل إطلاقا أن الصهيونية أقذر من السلفية إلا بعد أن تعاملت معهم. كلاهما عنصرين وكلاهما لديهم نفس التعليم والعنصرية الموجهة للمسيحيين والمعتقدات الأخرى غيرهم.
وعندما كتبت وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العرب هم أبناء عمومه والأقرب لهم، تعجبت من هذه المقولة. وبعدما اكتشفت أن الدولة العنصرية وبعض الطيارات العنصرية المتأسلمة فولة وانقسمت نصين، الاثنين عنصرين والاثنين يكفرون من لا يتفق مع عقائدهم، والعجب أنهم الاثنان بعقائدهم وطرقهم وتصرفاتهم المتطرفة، واحد متطابقة بدرجة تبرهن على عنصريتهم. التكفير والانتقاص من الآخر شيء يتمتع به اليهود والمتأسلمين وليس المسلمين، بل اليهود يفوق المتأسلمين في عنصريتهم بمئات المرات. إن حضر يهودي جنازة صديقه في كنيسة يعتبر كافر، وكان اليهود متسامح أو يصادق غير يهودي فهو أيضا كافر. وبعد تعاملي بكل أمانة وبكل حسن نية مع الدولة العبرية بخصوص دير السلطان التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجدت أنهم وللأسف من أقل أنواع البشر لكي يكونوا مستحقين الاحترام. ولكن نشكر الله أننا في مصر العزيزة، مصر التي بمعظمها جميعهم مسلمين محترمين، ويسدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يفرق بين مسيحي أو مسلم، ويدعو دائما إلى المواطنة والحب والسلام والوئام من جميع أخوتنا المسلمين المتحبين والمحبين لنا، إنهم إخوتنا لأننا جميعا من أب واحد وأم واحدة، أبونا آدم وأمنا حواء. كل الشكر وكل التقدير وكل الحب لكل البشرية، لأن الله أشرق شمسه على الأشرار والأبرار، لم يفرق بين أحد. الله أعطانا الحرية، الله أعطانا الإرادة. نطلب من الله أن يكون يوما جميلا ويوما سعيدا، ونطلب من الله أن يحفظنا ويعطينا السلام ويعطينا الوئام. وكالمعتاد وكل يوم لن نترككم أبدا. رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الإصحاح 11. فأقول لعل الله رفض شعبه، حاشا، لإني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من نسل بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. أما لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا، كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل؟ فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، إلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا بالعمل يكون لا يكون بعد عملا. فماذا ما يطلب إسرائيل ذلك لم ينلوا، ولكن المختارون نالوا، وأما الباقون فتقسم. كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح ثبات وعيونا حتى لا يبصروا، وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعصرة ومجازة لهم، لتظلم أعينهم لتصدم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحن زهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عصروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بذلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت ذلتهم غنى للعالم ونقائصهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم. فإني أقول لكم أيها الأمم، بما في ذلك أنا رسول الأمم أمجد خدمتي، لعل أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الموت؟ وإن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان، وإن زيتونة برية طعمت فيها وصرت شريكا في أصل الزيتونة والسماء، فلا تفتخروا على الأغصان. وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل أياك يحمل. فستقول: قطعت الأغصان الأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت، لا تستكبر بل خف.
لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. فهوذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف لك أن ثبت به اللطف، إلا فأنت أيضا ستقطع. وهم من إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. لأنه إن كنت أنت قد خضعت من الزيتون البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. إن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملوك الأمم، وهكذا سيخرج جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من سيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبل لهم متى نزعت خطاياهم من جهة الإنجيل، وهم أعداء من أجلكم، ومن جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأنها بيت الله ودعوته هي بلا ندامة. فأنه كما كنتم أنتم مرة لا تطعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحمهم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فكيف، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. والمجد لله دائما آمين.